أكيد؟ إيه. هاي جايز، كيفكن اليوم؟ الضبا مين قالك؟ جدو. اليوم بدنا نعمل رزعة دجاج، بس مش حيلا رزعة دجاج، رزعة دجاج سوسو من اختراع إما لأمي أمي سوسو ستة منا أكيدين إذا هي اللي اخترعتها 100%، بس ما في غيرها بيعملها بهالشكل. ليتس جو. كلهم هيك فرد ضرب؟ بس ما أجي شوية لوز عالنار لحتى نقليهم. عنا موسوعة بهارات اليوم، تستطيع بي أصوات درجي سنة معي هاي الخلطة، بس في معايير تبهوا. أيوة طول بالك، شو بعد فيه؟ تستطيع هيك لازم يكون لونهم. دقيقة يا نحكي يا هاي قلت الضوء سأتين يا زيامان. حطيت قرفة؟ ايه حطينا بهار كله؟ ايه. طيب وحطيت الملح كمان؟ هيدا مي حسامو استت بدن كمي باي باي جمع مردج شي خيز بعد بده هاي فاميو بوري دوقة وإيدي بده شي؟ هاي بقى وحنان كتر هوميوم قوي إيديك تحية. واو شوف الصحابية ما فيها لحمة بس دجاج زيزة بدو شوي بس كريكز من هيدا ما كتبت تيتا زبطت معنا يعني هيدا السر جربوها لأنه ولا أطيب.